طبيعة الحال العمل بشكل جماعي لمواجهة تحدي التشغيل هو رهاننا نحن كذلك ورهان المجتمع المدني. بالمناسبة أرحب بالمجتمع المدني النشيط هنا في مدينة أسفي، كذلك بالإعلام الذي لا يتوانى عن طرح عدد من الأفكار والمبادرات. الكلمة الآن ستكون للسيد رئيس فرع المجلس، رئيس فرع الاتحاد المغربي لمجالس وجمعيات المجتمع المدني بأسفي. قبل ذلك لا بأس الإطلال على بعض ما جاء في كلمة السيد الوزير. السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد الوزير المعتدل رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد رئيس المجلس الحضاري بأسفي، السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتشغيل كفاءات ممثل وزير الشغل المجاني، السيد رئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة، السيد رئيس المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمجالس وجمعيات المجتمع المدني، السادة البرلمانيون وممثلو المسار الخارجية ورؤساء المجالس الترابية، السادة الأعزاء ممثلو المجتمع المدني والإعلام والأساتذة والخبراء، السادة المقاولين والشباب، حضرات السيدات والسادة. نود في البداية أن نقدم الشكر الجزيل للسيد الوزير على حضوره معنا للتواصل وتفعيل الخطابات المالية السامية في إطار الشق الخاص بالحوار الاجتماعي والتواصل مع المجتمع المدني رغم الإكراهات اللي عنده في برنامج. ونقدم الشكر الجزيل كذلك للسيد عامل إقليم أسفي على دعمه ومساندة في هذه المبادرة. كذلك نقدم الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه المبادرة لحياز وجود. إن الغاية من تنظيم مناظرة أسفي الأولى لمحاولة التشغيل العمل بشكل جماعي وتشاركي وتجميع الأفكار والتجارب الناجحة. المجتمع المدني هنا بإقليم أسفي، سيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أسفي، سيد مدير الجهوي للوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، أيضا سيد ممثل العمالة هنا معنا حاضر عمالة إقليم أسفي، أيضا سيد رئيس مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة. سعيد أن ألتقي معكم مرة ثانية هنا في إقليم أسفي للحديث في قضايا الراهنة للشباب المغربي ولتثمين الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المجتمع المدني في مواجهة هذه التحديات أو في مواجهة هذه القضايا الراهنة للشباب المغربي. يمكن القول أن القضية رقم واحد التي لا جدال فيها هي قضية التشغيل بالنسبة للشباب، وهنا رغم أن تقرير بنك المغرب الذي صدر هذا الأسبوع كشف عن أن هنالك تراجع طفيف في معدل البطالة، وأن سنة 2018 شهدت إحداث أزيد من 112 ألف منصب شغل، إلا أنه بالنسبة إلينا رغم هذا المؤشر فإن التحدي بالنسبة للشباب وبالنسبة للشباب حامل الشهادات في المدن هو تحدي أكبر. ولهذا التقارير والمؤشرات تتحدث عن أن معدل بطالة الشباب حامل الشهادات في المدن هو 4 مرات المعدل الوطني للبطالة. ولهذا مسؤوليتنا أن نواجه هذا التحدي بشجاعة وبجرأة، وأول خطوة في هذا الطريق هو العمل على إنجاز التشخيص مسؤول، ولكن في نفس الوقت اتخاذ إجراءات عملية ملموسة من شأنها أن
تمكن بلدنا من ربح هذا الرهان ألا وهو رهان محاربة بطالة الشباب حامل الشهادة. ولهذا المسؤول عندما السلام عليكم. بداية أنا يمكن سعيد جدا حضوري ومشاركتي في هذا اللقاء وفي هذه المبادرة اللي جات من طرف الاتحاد المغربي لمجالس الجمعيات التي تكرس بشكل قوي الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات المجتمع المدني. أولا كقوة اقتراحية يمكن تساهم اقتراح مجموعة من الحلول، مجموعة من المشاريع، مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في مسألة إنعاش سوق الشغل. كذلك تكرس جانب آخر نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وكون جمعيات اليوم المجتمع المدني يمكن أن تشكل يعني وعاء حقيقي لفرص عديدة لفرص الشغل. كنظن بأنه السيد الوزير طرح فكرة ديال ولا مثال دولة فرنسا اللي كيمكن قطاع ديال الجمعيات يخلق ما يزيد عن 1 مليون منصب شغل، لأنه يعني الجمعيات على المستوى الوطني يمكن أن تلعب كذلك دور مهم ولا يقل أهمية على ما تقوم به الجمعيات في دول أجنبية مماثلة. فمرة أخرى أريد أن أحيي هذه المبادرة للاتحاد المغربي لمجالس الجمعيات، وكنبغي كذلك نذكر بأنه تجسد وتؤكد مدى الحضور ديال الجمعيات على مستوى جهة مراكش الأسفي، وهذه المسألة هذه تم التأكيد عليها من خلال المدني واحد السيد عامل صاحب الجمهورية العربية الأسفي الأمني أبو حمد السيد الرئيس المجلس الحضري السادة الحضور الأولى في موضوع المقاولة والتشغيل أي أفق، وأتمنى أن نحقق الهدف من تنظيمها ونساهم بدورنا في فتح أبواب تشغيل الشباب. هذا الموضوع الذي أصبح يؤرق كل المسؤولين، لكن الأبواب لم تغلق في وجه شباب كل عزيمة وإبداع. أيها السادة الكرام، شبابنا وشاباتنا مرحبا بكم. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. السيد الوزير، السادة الأساتذة المشاركين بهذه المناظرة، أخوات والإخوة ممثلي المؤسسات الإعلامية وهيئات المجتمع المدني، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أنوه بالمجهود المقطر الذي يقوم به الاتحاد المغربي لجمعيات ومجالس المجتمع المدني لإقليم آسفي على مجموعة من المبادرات التي قام بها منذ أن تأسس بهذا المجال، مجال إقليم آسفي. أريد أن أنوه كذلك بأنه انتقل من العمل الأهلي والمدني العادي إلى الاشتغال على مجموعة من القضايا والمحاور التي تهم الشأن العام والشأن المحلي، ولعل مناظرة اليوم لأكبر دليل على ذلك. أريد كذلك أن أنوه ببعض المبادرات التي قاموا بها من خلال استغلال معطى دستوري مرتبط برفع
الملتمسات والعرائض، وربما ان هذه العمليه وهذه الممارسه التي لا زالت يعني ضعيفه جدا على المستوى الوطني بالنسبه لهيئات المجتمع المدني، والذي لم يستطع بعد ان يستغل هذه الاداه الدستوريه من اجل الترافع والدفاع عن القضايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة من الصعب التدخل من بعد المداخلة خصوصا من السيد الوزير، والبرنامج القوي، ويعني كل الشروحات اللي تعطات حول ما يخطط وما إن شاء الله ستصل إليه بلدنا الحبيب إلى إنشاء أكثر عدد ممكن من فرص الشغل، وإنشاء واحد مناخ اقتصادي قوي إن شاء الله. حقيقة أن المغرب دار فيه الكثير، ولكن دائما فسنقول إحنا نطمح إلى ما هو أكثر وأحسن تحت رعاية السامية صاحب الجلالة. وانتم تتعرفوا الخطابات ديال سيدنا مؤخرا كلها كانت تصب في هذه الأولوية، ألا وهي أولا وقبل كل شيء تشغيل ديال الشباب عبر قنوات متعددة. وهنا لازم نقول أنه أولا أنا سندخل كمقاول شاب مقاول، زدت الخديجة مقاومة بحالي بحال كل الشباب وخا شدت واحد شوية اليوم، ثم كرئيس ديال المؤسسات مبادرة الشباب والمقاولة، وعندي حظ أن أتواجد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمثل، أو أنا كذلك رابورتور ديال اللجنة المكلفة بالشباب والمقاولة. ونظرا لتواجد السيد الوزير غادي يكون المداخله ديالي فيها شطرين، الشطر الاول فيه عموميات وغادي يكون مقتضب، والشطر الثاني فيه برنامج عمل واقتراحات عمليه باش يمكننا عبر مؤسسه مبادره الشباب والمقاوله على الصعيد المحلي نقوموا بواحد البرنامج ديال العمل اللي غادي تشوفوا انه اولا سهل التطبيق، وكيف قال السيد المكلف بالوكاله الوطنيه انعاش الكفاءات استثمار مع دوله الكاميرون، وحنا كنعرفوا دوله الكاميرون من اغنى الدول الافريقيه. قبل انتقال التفاعل مع القاعه الذين ارحب بهم كذلك واجدد لهم الترحيب باسم الاتحاد وباسم السيد الوزير وباسم كل المتداخلين، نستمع الى المداخله الاخيره للسيد منصف الثاني رئيس مؤسسه مبادره للشباب.